بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 39 بعد 100. الأسئلة تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، ما هي الذنوب التي يكفرها قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإنها لم تحدد الذنوب التي تغفر بذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد، لم تحدد، توفر له جميع الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا لمن أخلص النية لله عز وجل وذكر الله بقلب حاضر محتسبا للأجر والثواب من الله عز وجل، مخلصا لله في عقيدته وفي عبادته وفي توحيده. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول أم عبد المحسن الحقيقة لها سؤال عن الكذب، تقول: الكذب على الوالد في حالة استلامي للمرتب، يبدو بأنها مدرسة أو موظفة، تقول: أنا لا أخبره بالمبلغ الحقيقي خوفا من أن يأخذ المرتب كله لأنني أحتاج المال، فهل أنا آثمة في هذا الكذب؟ إذا سألك فإن الواجب الصدق، تخبرينه بذلك وتخبرينه أيضا بأنك تحتاجين بعض الأمور، فلا بد من توفير مبلغ لحوائجك الخاصة، تقنعينه بذلك، ولا أظنه إن شاء الله سيمتنع أو سيأخذ كل ما معك ويضر بك. فإن الوالد له أن يأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، يعني في حدود. نعم، ليس له الحق بأن يأخذ كل ما معك ويتركك محتاجة، بل يترك لك من المال ما يكفي لحوائجك. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: هل هذا حديث وما معناه أحرج عليكم حق اليتيم والمرأة؟ نعم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أحرج حق الضعيفين. نعم، اليتيم والمرأة، يعني والتحريج معناه المنع والتأثيم. نعم، وذلك يدل على عدم ظلم اليتيم وظلم المرأة، لأنهما ضعيفان لا يدافعان عن حقهما. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل من الجمهورية اليمنية محافظة صعدة، له سؤال عن آية كريمة في سورة الإسراء في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إلى آخر الآية. نعم، هذا نهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر، فأنزل الله هذه الآية وغيرها من الآيات التي تنهى عن قتل الأولاد، لأنهم في الجاهلية كانوا يقتلون الأولاد لأغراض، منهم من يقتل الولد عبادة للأصنام، كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يقتلون أولادهم تقربا إلى الأصنام، ومنهم من يقتل الأولاد خشية الفقر مثل ما في هذه الآية، خشية إملاق، الإملاق معناه الفقر، هم يقولون إذا كثر الأولاد يحصل الفقر لأننا لا نستطيع الإنفاق عليهم، والله جل وعلا أخبر أن الرزق بيد الله عز وجل وأن الذي خلقهم هو الذي يتكفل برزقهم، فلستم أنتم الذين ترزقونهم وإنما رزقهم عند الله الذي خلقهم، نحن نرزقهم وإياكم. وانظر كيف قدمهم على المخاطبين ليؤكد سبحانه وتعالى أنه متكفل برزقهم، وما خلق الله نفسا إلا ويخلق لها رزقها ويقدر لها رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ففي قتل الأولاد خشية الفقر سوء ظن الله عز وجل، وهو من كبائر الذنوب ومن أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر قال: الشرك بالله. قيل: ثم ما؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. هذه من أكبر الكبائر. ومن أهل الجاهلية من يقتل البنات خاصة خشية العار، ويسمونها الموؤودة والوأد، ويقتلونها شر قتله، يعني بأن يدفنوها في التراب وهي حية،
تموت تحت التراب، وإذا الموءودة سئلت يعني أي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهو يتردد بين أمرين، إما أن يترك البنت ويهينها، وإما أن يدسها في التراب يعني يدفنها في التراب حتى تموت، وهذا من فظاعة الأمور الجاهلية. ولا يبعد أن يشابههم في الوقت الحاضر الذين يأمرون بتحديد النسل ويلزمون بتحديد النسل خشية شح الأرزاق وشح المحاصيل، ويظنون أن الذي خلق هذه المخلوقات لا يقدر على رزقه وأنها ستتشاحن في الرزق، لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل أو لا يؤمنون بقضاء الله وقدره أو يسيئون الظن بالله عز وجل، فهم يقررون ما يسمونه بتحليل النسل خشية من شح الموارد شح المحاصيل تحصل الفقر والفاق. هذا هو اعتقاد الجاهلية، نسأل الله العافية. يجب على المسلمين أن لا تنطلي عليهم هذه الفكرة الخبيثة والفكرة الجاهلية، وأن يحسنوا الظن بالله عز وجل، بل على العكس، إذا كثر الأولاد كثر الخير وكثر الإنتاج، أنهم يعملون ويشتغلون وينتجون يكثر الإنتاج، وبذلك أيضا يكثر عدد المسلمين يكثر عدد الأمة، فكثرة النسل فيها خير للمسلمين. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول هذه السائلة يا فضيلة الشيخ: هل الإنسان إذا حلف على شيء وفعل هذا الشيء قبل الكفارة، هل تلزمه كفارتين عن يمين أم واحدة؟ إذا حلف على ترك شيء أو على فعله، وفي فعل هذا الشيء أو في تركه خير له، فإنه يستحب له أن يكفر عن يمينه، سواء قبل الحلف أو بعد الحلف، يستحب له أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير، كما قال جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فإذا حلف مثلا لا يصل رحمه أو لا يعطي رحمه أو لا يزول رحمه، فإنه لا يجوز له الوفاء باليمين، بل يجب عليه أن ينقض هذه اليمين وأن يبر بقريبه وأن يكفر عن يمينه، سواء كان قبل المخالفة أو بعدها. قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم، أحسن الله إليكم. أخيرا تسأل السائلة أم عبد المحسن في آخر أسئلتها الطويلة وتقول: كيف يكون الاستغفار لمن اغتبناه؟ إذا اغتاب الإنسان مسلما فإنه لا بد من أن يتحلل منه ويطلب منه المسامحة، إلا أن يخشى أنه إذا أخبره أنه يزيد غضبه ويزيد القطيعة بينهما، فإنه لا يخبره، ولكن يثني عليه المجالس التي اغتابه فيها ويدعو الله له ويستغفر له. وكذلك إذا كان الذي اغتابه قد مات، فإنه يستغفر له ويدعو له ويثني عليه. نعم، أحسن الله إليكم. من الجزائر السائل الذي رمز لاسمه بلام ألف حاء، كتب مجموع هذه الأسئلة بأسلوبه الخاص، ويبدأ السؤال الأول ويقول: ما حكم وضع شريط ترتيل في مكبر الصوت وذلك قبل صلاة الجمعة في المسجد؟ هذا لا يجوز، لأن المشروع للمسلمين إذا جاءوا لصلاة الجمعة أن يشتغلوا بذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل والتكبير وحمد الله والثناء عليه، أو يقرأوا القرآن وهذا أفضل، أو يشتغلوا بصلاة النافلة حتى يحضر الإمام. هذا هو المشروع، وليس المشروع أن واحد يتقدم أمام الميكروفون ويقرأ بصوت جهوري ويشوش على الحاضرين والمصلين والذين يذكرون الله، أو يفتح على شريط مكبر الصوت، إن هذا يشوش على الحضور وعلى الذين يصلون والذين يتلون القرآن أو يذكرون الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. له سؤال ثاني يقول: جدي متوفى وعنده أرض وله بنتان أمي وخالتي، وليس له ذكور،
وأخذ هذه الأرض ابن أخيه وقال لهم لا حق لكم فيها، أفتونا بذلك مأجورين. إذا كان الواقع ما نكل فإن للبنتين الثلثان ولابن أخيه الباقي تعصيب، ليس له إلا الباقي والثلثان للبنتين. قوله تعالى إن كانت غير قوله تعالى وإن كن نساء أو اثنتين يعني البنات فلهن ثلثا ما ترك، أي إن كن فوق اثنتين يعني اثنتين، إن كن اثنتين، وكلمة فوق هذه لا مفهوم لها كما قرر ذلك المفسرون. إذا كانت البنات اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مثل الأختين، قال جل وعلا في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، إذا كانت الأختان تأخذ الثلثين فالبنات من باب أولى البنتان، فتكون كلمة فوق لا مفهوم لها، أو أن المراد والله أعلم أنه ليس لهن إلا الثلثين ولو زاد العدد فوق الثنتين ولو زاد إلى أكثر من 10 أو 20. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل من الجزائر يقول فضيلة الشيخ إذا دخل وقت الصلاة وأنا في المنزل والمسجد بعيد عني 2 كيلومتر ونسمع الأذان، هل نؤذن في المنزل؟ أفيدونا بذلك. إذا كنتم تسمعون الأذان المجرد بدون مكبر صوت إنه يجب عليكم الذهاب إلى المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يجب عليكم الذهاب إلى المسجد. أما إذا كان المسجد بعيدا فلكم أن تصلوا في البيت، ولو كنتم تسمعون من خلال مكبر الصوت فإن مكبر الصوت يمتد إلى مسافة بعيدة، إنما المقصود سماع الأذان الأذنين المجردتين بدون مكبر صوت. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة يقول فضيلة الشيخ هل نجهر بالتكبير في الصلاة السرية وأنا أصلي وحدي، وهل أقرأ في التشهد الأخير أقول اللهم صلي وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على عبدك ورسولك إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؟ أما الجهر بالقراءة في الصلاة هذا في الليل في صلاة الليل، وأما في صلاة النهار فإنه يسر بالقراءة، إنما ورد الدليل أنه يجهر به للإمام في الجمعة في صلاة العيد صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء، هذه ورد الجهر بها في النهار، وما عداها فإنه يسر بها القراءة ويكره له الجهر، وأما الليل فهو بالعكس يسن الجهر بالقراءة ويكره له أن يسر إلا لسبب، إذا كان يتأذى بجهره أحد أو امرأة يسمع صوتها الرجال الأجانب يفتتنون بها فإنها تسر. وأما صيغة التشهد الأخير فكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد عليه ألفاظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول من ضمن أسئلة الشيخ صالح إذا صلى الإنسان وهو مسفل هل تفسد الصلاة في مثل هذه الحالة؟ الصلاة لا تفسد لكنه يأثم على الإسبال، والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بقوله ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن لو صلى وهو مسلم فإنه يثاب على الصلاة ويأثم على الإسبال. نعم، جزاكم الله خير شيخ. سائل فاء ألف ألف مصري ومقيم في الرياض يقول فضيلة الشيخ هذه الأسئلة موجهة إليكم حفظكم الله، في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، يقول إذا ماذا نقول بحيث إذا لم يفعل الإنسان ما نوى عليه لا يكون آثما؟ لا ينذر الإنسان لأن النذر لا يأتي بخير، وعليه أن يفعل الخير بدون نذر، الذي لا يفعل الخير إلا بالنذر هذا يكون كسلان أو يكون ليس عنده رغبة في الخير، فالمسلم يفعل الخير بدون نذر، لكنه إذا نذر وكان النذر نذر طاعة وجب عليه أن يفعله، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه،
والنظر ليس هو الذي يسبب لك حصول المقصود. طيب المقصود بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما النذر هو التزام التزمته أنت وألزمت به نفسك، فيجب عليك الوفاء به إذا كان نذر طاعة ولا دخل له في حصول المقصود أو عدم حصوله، لأن هذا بيد الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني اللي ما يفعل الخير إلا بنذر هذا بخيل، ولا كان الذي ينبغي له أن يفعل الخير بدون نذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل استعمال فرشة الأسنان قبل الصلاة يعتبر مثل المسواك، خاصة إذا كان في مكان لا تتوفر فيه مثل هذه؟ نعم، لا بأس، يحصل له من فضل السواك يحصل بمقدار ما حصل من الإنقاء، فإذا أنقى أسنانه وأزال الرائحة من فمه بأي شيء فإنه يكون له حكم السواك وله فضل السواك. إذا مسح أسنانه بفرقة أو بأصبعه أو بفرشة أو بالمسواك، كل شيء يزيل رائحة الفم وينظف الأسنان، فإنه يحصل به المقصود ويحصل به الأجر بإذن الله عز وجل، إذا فعله محتسبا الأجر عند الله عز وجل. ولكن استعمال المسواك أولى وأحسن وأفضل إذا تمكن منه. نعم. جزاكم الله خير الشيخ. يقول هذا السائل: هل يجوز أن أطلب من أحد الجزارين شراء شاة بنية الأضحية ولكنني لا أقف أثناء الذبح عليها، هل يجوز ذلك؟ إذا اشتريتها بنية الأضحية ووكلت الجزار على أنه يذبحها ووزعها على الوجه المطلوب فلا بأس بذلك إذا وكلته وكان ثقة، ولكن الأفضل أنك تحضر ذبح أضحيتك، بل الأفضل أن تذبحها بيدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأفضل أن تأكل منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته، أن تأكل منها وتطعم أهل بيتك وتهدي لجيرانك وتتصدق على المحتاجين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: كيف يكون الاغتسال لغير المسلم الذي يطلب صحيفة بها آيات من القرآن لقراءتها؟ غير المسلم لا يمكن من القرآن، لا يعطى صحيفة ولا يعطى مصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولا يجوز إعطاء الكافر أو تمكينه من المصحف أو من أوراق المصحف أو من صفحة من المصحف، ولكن إذا كان يريد سماع القرآن فإنه يقرأه عليه مسلم وهو يستمع، قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فإذا طلب الكافر سماع القرآن فإنه يسمع القرآن، لكن لو طلب منا مصحفا أو بعض المصحف فإننا لا نمكنه منه. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: قول العلماء ورد في الأثر، ما هو الأثر؟ الأثر يراد به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم المأثور عن الرسول، ويراد به ما ورد عن الصحابة أو عن التابعين أو عن الأئمة سمى بالأثر. نعم. يقول هذا السائل: دخلنا وجماعة من المصلين قد فرغوا من الصلاة، هل نؤذن ونصلي جماعة أم نكتفي بالإقامة فقط ونصلي؟ يكفي الأذان الأول الذي أذنه مؤذن المسجد، يكفي، وتقيمون الصلاة وتصلون، كن عليكم الإقامة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. المستمعة ألف حاء من جدة تقول: أسأل الشيخ عن حكم قول عليك الله بدلا من القسم بقول أسألك بالله، فهناك كثير من الناس يتلفظون بذلك مأجورين. لا يقول عليك الله أو لك الله، إنما يطلب منه حاجته، وإذا قال بالله عليك أن تعطيني كذا أو أسألك بالله أن تعطيني كذا فلا بأس، ولكن الأولى ترك ذلك وأن يقول أعطني كذا بدون أن يقول أسألك بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن سألكم بالله فأعطوه. فإذا قال أسألك بالله فقد يحرج المسؤول، لأنه لو لم يعطك لخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيحصل له إحراج، وإلا فالأصل أن هذا جائز، أن تقول أسألك بالله تعطيني كذا، أما أن تقول عليك الله أو لك الله الفاظ تجتنب ولا يتلفظ بها الإنسان. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة أيضا فضيلة الشيخ: أسأل عن اسم المنعم، هل هذا من أسماء الله أم لا؟ فهناك امرأة لها ولد سمته عبد المنعم وتناديه منعم، فما الحكم في ذلك مأجورين؟
المنعم هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإذا سمي به شخص فيقال عبد المنعم ولا يقال منعم، يقال عبد المنعم يؤتى باسمه الكامل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: ما العدد الصحيح في صلاة التراويح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح خاصة عدد معين، وإنما حث صلى الله عليه وسلم عليها ورغب فيها، وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يحدد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكنه لم يأمر الناس بذلك، لم يأمر الناس بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة والقيام، ويطيل الركوع والسجود، ويطيل الصلاة، حيث أن كثيرا من الناس لا يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأمر كذلك والرسول لم يحدد لنا، فبعض الصحابة رضي الله عنهم لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على أبي بن كعب في صلاة التراويح، صار يصلي 23 ركعة، صلي 23 ركعة، وهذا بأمر عمر الخليفة الراشد وبحضور المهاجرين والأنصار، ولا يقال إنهم خالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيقها كثير من الناس، والمطلوب من الإمام أن يخفف على المأمومين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يراعي أحوال المأمومين. الصحابة كثروا عدد التراويح وخففوا كيفيتها رفقا بالناس، ومن أراد أن يطول كيفية الصلاة ويقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل ذلك، لكن هذا إذا صلى لنفسه، أما إذا صلى بالناس فإنه يراعي أحوالهم فيخفف صفة الصلاة ويكثر في العدد، هكذا فعل الصحابة رضي الله عنه. أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لصلاة التراويح، من صلى 23 أو صلى 13 أو 11 فلا بأس، لكن مع الاطمئنان في الركوع والسجود والقيام و عدم السرعة في القراءة، تمهل في القراءة والترتيب، تحسين الصلاة، هذا هو المطلوب. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ، شكرا لحضراتكم.